الفكر الجماعي، الفكر الفردي، الفكر الجماعي جيد بعض الامور اسكن فيها، وقد يكون سلبيات بعض الامور الاخرى لكن فردي، لكن طبعا يبنى مع الجماعه في الامور الدينيه، الامور متفق فيها شيء في اجماع، وراي الجماعه عاده يكون احسن من راي الفرد، اذا يبنى مع الجماعه. يعني راي ناس في سفر لابد يكون لهم امير مثلا في الدين، طبعا بعد القران والسنه والقياس الاجماع وقص عداه، لكن في الامور الغيبيه او الامور اللي مثلا ما فيها شيء واضح جدا، لكن الامور الواقعيه العلميه مثلا لا يمكن تقول راي بس علمية يعني تطبيقية مو بعلم دينك فيزياء كيميائي إلى آخره. لو جاك شخص وأثبت نظرية معينة مرئية بعلم مجردة وهو فرد، والنظرية اللي سواها أثبتت خطأ نظرية أشخاص آخرين رغم أنهم جماعة أيهم صح؟ فالأمور التطبيقية المقياس فيها لا يقاس بأنك فرد أو جماعة، أو اللي قالوا المعلومة فرد أو جماعة، يقاس بأن النتيجة مرئية أو لا. إذا تساوت النتيجتين هذه مرئية وهذه مرئية، لكن الجماعة هذول يفضلون هذه، يعني هذه ممكن تنبلع، معناه من يفضلون لابد يقولك ليش، مو بالدعوة بس يفضلون من الطريق، لابد يعلمونك ليش الأشياء الصحيحة المتقاربة ليش فضلوا هذه على هذه، ثم ممكن تبلعها. لكن جماعة يقولون شيء معين وشخص أو شخصين يقولون شيء معين آخر، الفرد أو الشخصين اللي قالوا شيء معين وروك إياه ووروك إن رأي الآخرين الجماعة خطأ، بينما الجماعة وروك شيء معين أو قالوا شيء معين مو مرئي، ولو وروك وروك عكس ما قالوا طلع كلامهم خطأ. أيهم صح؟ لو توسعت في النقطة هذه، الفكر الجماعي من ضمن أسوأ الأشياء في الأمور التطبيقية، يخليك ما تبدع أي شيء في تطبيق خير أو غيره من الأمور مثلا المهمة في الحياة، الطب، الهندسة إلى آخره. الفكر الجماعي ممكن يدمر الشخص تدمير، ليش؟ أنه حتى لو كان عنده مجال للإبداع لن يتاح للإبداع بشكل زي ما يبغاه هو، يطلع كلمة عنده أو مواهبه، يضطر يبدأ بحدود العقل الجماعي اللي حوله أو الفكر اللي حوله، فلن يطلع كلمة عنده، فيصير عنده محدودية. مين سببها موهبته أو استعداده أو نقص الموهبة؟ سببها أن الجماعة عندهم قيود معينة وشروط معينة، لابد يطبق موهبته أو يطلع موهبته بحدودها. تطبيقات الموهبة حتى تتعارض مع هذه الحدود أو بالأحرى مختلفة عن هذه الحدود لن يبدع، مو بلأنه مو مبدع، لأن الجماعة قيدت أو حيدت من إبداع. لو جبت شخص جسميا مثلا آسيوي فرضا وعنده مثلا رشاقة في الجسم، عنده سرعة في الحركة، مبدع كاراتيه تايكوندو إلى آخره، وأجبرته أنه فرضا يسوي مصارعة رومانية مع الروم البيزنطيين، ما أبدع لأن جسمه ما يساعد أشد، تقول أخي هذا شخص سيء في القتال ما ينفع في القتال أبدا، خلاص لا تخلونه مثلا في الجيش أو العسكرية إلى آخره. لو راح الجيش الصيني أو المنغولي مثلا أبدع، والعكس صحيح. لو جبت شخص روماني أو من الصليبيين وخليته يقاتل بأسلوب معين روماني أو الى اخره، ثم اردت انه يسويه عند الاسيويين ما عجبهم، قال ما يصلح في القتال، خلوه مثلا كشخص مدني مو بعسكري، وهو لو كان مع العسكر الرومان ابدع قصة على الخيل والركوب. لما يكون الشخص الجماعه تقيده وتحيد ما يفعل، ولازم اي شيء يسوي بحدود الفكر الجماعي، لن يبدع بالذات لما يكون الفكر الجماعي سلبي، الغرب ركوب غربي الامريكي على البقر او الدرساج او القفز الى حد ما الى اخره، يعني الطرق ركوب مقبوله الصحيحه او اللي تمشي الحال، يكون فكر جماعي ويحيد من موهبتك، لكن بالنهايه انت بتسوي سواتهم، هدفك وهدفهم مجال معين وطرقهم الى حد كبير صحيحه. فحتى لو الفكر الجماعي حطم موهبتك شوي يبقى يحطمها بحدود انك نفس المجال، لكن لما الفكر الجماعي اللي حولك ركوب عشوائي خاطئ، الركوب الصحيح هنا هو يسار بالفعل، واللي انت نيتك توصل للركوب الصحيح، شلون تتوقع انك توصل ركوب صحيح والفكر الجماعي اللي حولك محيدكم قيدك بافكار وقواعد خاطئه؟ مو بس محيدك بافكار صحيحه التعارض مع طريقتك، محيدك بافكار وقواعد خاطئه، لا يمكن تبدع. اذا كون الجماعه افضل من الفرد في امور معينه، مثل الامور التطبيقيه الافضليه للنتيجه المرئيه وليست للفرد او جماعه، اذا تساوى اثنين ممكن تقدم الجماعه شرط اثباتات واضحه من الجماعه اللي تجعل ما يفعلونها افضل من الفرد، مو فقط انهم جماعه.